فيهن عميد الدار شكوى صاحب انطفحت لواعيه، فنادى صاحبه: الآن أنبيك اليقين كما جلى وضح الصباح عن العيون غياهبة، فلقد سكت مخاطبا إذ لم أجد من يستحق صدى الشكاة مخاطبة. حشدوا علي المغريات مسيلة صغرا لعاب الأرذلين رغائبا، بالكأس يقرعها نديم مالئا بالوعد منها الحافتين وقاطبة، ظنا بأن يدي تمد لتشتري سقط المتاع وأن أبيع مواهبا، وبأن يروح وراء ظهري موطن أسمنت نحرا عنده وترائبا، حتى إذا الجندي شد حزامه ورأى الفضيلة أن يظل محاربا، حشدوا علي الجوع ينشب نابه في جلد أرقط لا يبالي ناشبا.